قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نروح لكريم احمد مراسلنا من ملعب المباراه وعلى التليفون معانا. هو على التليفون يا كريم، اتفضل، اخبارك ايه؟ كابتن اسلام برحب بيك يا كابتن اسلام. الجو صعب جدا هنا، عاملين احتفاليه كبيره جدا، جايبين اكثر اربع مدربين هنا في جنوب افريقيا، يعني نوع من انواع الحشد الجماهيري. انت سامع كمان اكيد الهتافات والتشجيع الكبير جدا، اجواء حماسيه جدا يا كابتن اسلام هنا في ملعب لوكاس كوريلا يستقبل المباراه. انا عارف ان الصوت ممكن يبقى صعب شويه، لكن اجواء هنا كلها حماس، كلها تشجيع، بيحشدوا بشكل كبير جدا. اقدر اقول لك حتى اللحظه دي نقدر نقول 15,000 مشجع متواجدين في ملعب لوكاس موريبي. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام لو تكون في مصلحه النادي الاهلي في هذه اللحظات، الفريقين بيجروا عمليات الاحماء، الكل في حاله التركيز، الجو طارئ جدا، الشمس كانت طالعه نظرا لسوء الاحوال الجويه امس ونزول سيول استمرت لمده 7 ساعات يا كابتن اسلام، لكن ملعب المباراه مجهز بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله يا كابتن اسلام المباراه تكون مناسبه، لعيبتنا تكون موفقين ونرجع بنتيجه ايجابيه باذن الله. الجو كويس، في مطره امبارح، انت كنت بتقول ان في مطره كبيره جدا طوال النهار، النهارده هل في مطره؟ الجو اخباره ايه؟ الجو مميز جدا يا كابتن اسلام، الصباح الشمس متواجده من الصباح، حتى هذه اللحظه مفيش سقوط امطار، لكن هو كان من المتوقع خلال المعلومات هنا من المتوقع يكون في سقوط امطار، بس هيبدا من تمام الساعه 6 ان شاء الله تكون المباراه النتائج، ويكون النادي الاهلي قدر ان هو يحصل على الهدف المطلوب، هو ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه. لكن بطمنك على ارضيه الملعب ما فيهاش اي شيء يعوق للنادي الاهلي، ملعب مجهز على اعلى مستوى، يعني جت الملعب شكلها العام يعني مش مقبول، لكن على ارضيه الملعب على ارض الواقع تيجي له مستوية، مفيش مطبات، مفيش حي، يعني الامور ان شاء الله كلها في مطر، مفيش ميه في الملعب يعني نهائي، لا مفيش ميه نهائي، ملعب زي ما بقول لك تجهيز هنا، هم بيهتموا بشكل كبير طبعا بلعبه الركي وكره القدم، الملاعب هنا اكثر من رائعه. هو الملعب طبعا اللي كان هيكون مميز جدا هو ملعب لوبي توت فيليب فيلد اللي كان من المرشح ان هو يكون يستقبل المباراه، لكن الملعب ده ايضا كمان ملعب جيد، ارضيته جيده، مجهز بشكل كبير لاستقبال امطار غزيره، والحمد لله يعني اول ما وصلنا الملعب نزلنا للملعب حطينا رجلينا في الملعب، الملعب ما فيهوش اي نقطه ميه، الملعب جيد ان شاء الله باذن الله نرجع. درجه الحراره كام يا كريم دلوقتي تقريبا؟ درجه الحراره دلوقتي يا كابتن اسلام 23. اه ده كويس جدا، كويس جدا، الرطوبه ممكن تصل ل 66%، لكن يعني قوي يا كابتن اسلام. اه ما انا بقول لك يعني هي تقدر تسيطر على اللعيبه تعدي. طيب اخيرا، هل هناك جماهير مصريه في ملعب المباراه؟ بالتاكيد يا كابتن اسلام، هنا في دور كبير جدا من معالي السفير شريف عيسى وايضا كمان محمد سعد عبد المصريين، في عدد متواجد يصل الى 70 مشجع للنادي الاهلي بالجاليه المصريه، ناس كمان كانت متواجده في جوهانسبرج جت الى بريتوريا لمتابعه النادي الاهلي، في مدرج خاص وهيبقى في صور اكيد من خلال ملعب الاهلي معاك، وفي لمسه انا شايفها دلوقتي لسه بتتعلق افريقيا يا اهلي من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله دعوات كل الاهلاويه ودعوات كابتن اسلام باذن الله المباراه نعود كان هنا بنقاط ايجابيه باذن الله. يا رب، انا بشكرك جدا يا كريم، ولو في اي شيء احنا معاك دائما على الهواء مباشره. شكرا زميلنا كريم احمد بيطمنا على ارض ملعب المباراه، الحمد لله.